بسم الله مركلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تاسوا جاوانت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغادينيا 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 الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب إلهي بما هذا سكالة سوو كان كاني هول كان آوة ومينيسوتا يدول قرير كلا فيلي سوما إن شاء الله تعالى بروغرام كان بلابان إن هدو على إيرادو إن غيبت خطبة ها يا سوهرين دونتا هدو على إيرادو كدبنا برنامج كغيبت سيدن به مناسبة ده عن هالكروبة جنوة حن فيلي إن لقوة ده دركسين يهد دمان إن أنا ويزين مهد نقايا ويزين مهد علينا يهد دمان ولا لا كسو قيب قال حفلة دن واحد إنه آوة سوغن نمد أس أسكي جبهدة ودنيجة حرينتة وجادينيا. ولا أس أسي بيشي سديات شن يتوبن كهدي كون سجال بقول سديتنيو أفرتي ما شاء الله. ما أنت نوا 2024 مركوا أفرتن سنو أيه جادي وحالك هكذا إنه أورك جامري أو جاري وقتي وجوحك بنا. aan waxaan muujin doona shacabka insha Allah ta'ala inta kadib kuma dheeraanayo waxaan soo dhaweynaya Sheikh Abdul Aziz oo ayda quraan inoogu fura Sheikh Abdul Khaliq Sheikh Abdul Aziz Sheikh Abdul Khaliq Sheikh Abdul Aziz oo ayda quraan inoogu fura insha Allah ta'ala Sheikh Abdul Khaliq soo dhaw أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون صدق الله العظيم جزاك الله خيرا شعب خالق ميزانك حسنات الله كوسارو هذا القرآن كان الله ينقو أنفعه إن شاء الله تعالى وحي إنه كل حج سندونا قد يدني أما قد يد كستاي وحي عن كتاي أستان تي قرن كأيين كل حج سندونا إن شاء الله تعالى وحنجعل الله دمان ولا له إن يسي مرحبا له سود ويان دي جي فيرمو هي أستان تي قرن كأيين إن شاء الله تعالى كسوديننا Yeah.
أدبادو ما سنتهاي دي جي فيرمو أن وحان ربا إنان حسوسيو دالين يرتا أمددك أن هوري ووغين بانال كان هورتا إذا سوردا كم وغدا ييهين وحاكم وغدا مؤسسين تي أرور كان ONLF جبادة ودنك حورينتو غادينيا لحظة سوره أوكو رئيسة ولحظة مؤسس أساسي أروركا لسدح ذو دم هوسنا وسدح ذي قدومي أكسر نقطي هذا المجاية ذو برا دلنيرتا الشيخ إبراهيم عبد الله أيا وهو رأي دكتور عبد الرحمن الشيخ مهدي مادي أيا كوحيقة دكتور محمد إسماعيل عمر باكوحيقة دكتور عبد الله محمد سعد باكوحيقة دكتور عبد الرحمن يوسف مجن باكوحيقة دكتور عبدي إبراهيم جل أيا بذحوا وها سدح ذو هوسه وقدومي كسر نظيره رئي شغران عبد الله أدميرال محمد عمر عثمان هي هذا أو هو جامين يا أم قدومي كي هي دكتور عبد الرحمن شيخ مهدي مادي هاد بعد ما سنتاس وابرشوية وها ربعنا نويرو إن قدومي جاني أو نوفرا إيو إسكدوها وقا دل كان مريكنكا شيخ عبد الخالق قدومي جاني يا عبد الخالق قدومي جاني وقدومي هجالية دا من السوطة عبد الخالق نوا إسكدوها مريكنكا بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر قميستو 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 الإله ما هذا إسكاله ما أنت هل كان إنا كيني مركو روحون ما دعني دمان مرت الشرف تلا ما شاء قصو دمان قيمة هذا كله دوان أنا جو هل هل أنا وضع أن كوبي كرين مركو روحان ذلية يا هم بليو وأنا كذا ما دعني يا إنا تقصو قيم كشان حفلة دان سنة جوردي أفرتنا ده أوركا رنتي تاريخ ده أوركا ولا شيء كين دو أنا مرة بو إن أنا رنت ما صدى أنو قالوا أنا ونلو دياريي لكن لابا قدوب أم بان ربا إن أنا كوسو كوبا لابا ده دقيقة دو ليسيي إن أفرتن كان سنة أوركا وهل كان كوجري لقصو بالله أحمد جوري إلا هذا هل كان يدي سو سعودي أرتو هل كان كي أقول درا waa halkankii ugu dheeraa asagoo waliba ay la dagaalamayaan gumeystihii iyo dhamaan reer galbeedkii isticmaalayay alxamdulillah ayagoo iswata oo inta socotaan 27 sano ONLF waxay ilaahay subhanahu wa ta'ala ku guuleeyay inay lugaha dhulka ku hayso gumeystana kama adkaanin ururka waxa lugta u qabtay gumeystuhu shacabkiisa maadaama marka maanta afartankii noo dhalatay afartan sano iyo boqol sano dambana uu halka kaasi socon doono hal meega ballan qaadaysan hadii aadan ururka wax u qaban karin ama aadan ku soo biiri karin magaabad baadi kara ha ma samaya hadii aad wax u qaban karin oo aadan wax ku soo darsan karin oo aadan taageeri karin asxaana dadu samayso waxa isku dayda inaad badbaadiso oo aad banaanka ka marto waxa ugu daran oo halgankan lagu gaabiyay waxa weeye qabiilad iyo qabiil weeyaan ona laf qabiil maaha qof kasta markhaati ka ah magaca aad u jeedaan ee ona laf waxa uu taagan yahay waa magac halgan waa raasamaalkiina haddii raasamaalkiina iska daadinaysan daadinkii qurshigiina laakiin runtii halgankan inta uu socday waxa ugu weyn oo uu ka socon waayay waa shacabka Soomaaliyeed ama mid xor dhulka xorta ha joogo ama midka halkan jooga ha joogo midka gudaha jooga ha ahaado dad oo ciirada ururka waa qabiilo waa ogaadeen war heedhe Cabdi Ilaahay soo ogaadeen ma ahayn ninka laayay ee dhameeyay soo Cabdi Ilaahay ma ahayn midka hadda kala googoynaya ka shaqeynaya gumeystaha u shaqeynaya soo cagjar ma soo ogaadeen ma bal isqabad si marka waa ogaadeen ogaadeen baana gumaadaya ogaadeen baana hortaagan ma shaqeynaysa waxba kama jiraan waa manhaj mabda halkan lagu soo istaagay oo aan aniga ka mid ahay aniga ogaadeen maahay
حبرتي مدلين هوية مدلين أديركي مدلين أتيكي مدلين مبدأ وأنا هكا إكاني مركا هادي هذا وحبو تركين وعن كل هذا الدار مايا بل أفرتن سنو هر لها إنو دي مني بناك منك مريسان وهذا ما سنتين. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوة وعاوة وين وهبين وين ما شاء الله وافرتن قرداني يا من يابلس مينيسوتا USA فورد ياريس كذب محل قبتين بيدي وحي سيد عبد الله حسن قبتي النصر الله قبتي WSL قبتي أحمد قري إمام يدي كهري قبتين بي أوان الف قبتي يتهلا ويانه ويانا حقيت كو قيدين يتهلا أبسينيا يلم سماها عبينا يلم بنقنا يا هدو مري ويا وددا سعدا وفلو ويا هشيسكي وحن ربعين عن ذي الشابة انت كلا يا مهد علنتي يا سودا وين تيبا يسدوها كهضلي سوء ذي الشابة يا هلقن كان مقع عوض وصمد أين كل رادين أن هاشو هدل أنت صمد على الور رادية nothing wax kale oo naga jeedna ma jiro dibka ugu badan oo gaadeen baaba noo geystay anagana dibka ugu badan ee gacantu naga dhacday oo gaadeen boo hadan ogaadeenahay miyaan istiri lahayn mabda baa la isku dilahay waxa la isku la soo haysta gobnimo doon iyo gumaysi kalkaal waa inay soo dhamaato arinta shacabka iska la awooda tiknoolajiyada inoo saamaxaysa time ka inoo saamaxaya قف ولو بقفك ولا لك خلدن قبا يد بقوديك قبصو ومستقبل كل ما هاجا وين القبصتو سن عبدي لا يوقف سنني نم ولا بسوي ثمان قر شفنا يعني أفك كان كلا دعنا حفي ما الولب حار ويانا لا تجنين يا به دلة يهو يدي جورع هي وحال أنت كلا أبيان كذا هذا يا مسج بربينا دوجد بيعوا أو أن ألف وأر سياسي أهدا لكن أغو يسر ريوحوها أر فايترس أحبض وطا حبض دينا هداد مالينا مال شرطو مال لما شرطو قرية هاي نوتا الله إذا كنا وتابرين هاي شيخي أها شيخ شريف سو كما إذا المغلق ثم والله ثم والله أبيو هم بندى توها ونقلنا سهدى توشينين أدل بابكا يعني باتلى صومالك شقينا سا هدى توشينين ثم والله أو ثم والله ماشى أبسيني يا مرتي مالك بعد مري believe me or not نباتلى أدوك كامت كاهي الرجيم كي أتكمت كاهي ونوغي سي يعني دلهم بابي جيني لا مل مل الله قبل الله نهاي وعريان كي يا أقوم كي يا راوعي يا جاري دي سانو لهن الله نهاي شن بقول أصلا كور دل أصل كيس سمالي ولا شيء أرما بقى يا صار رافتين وقلت شيء قحتي كوا واتكذا بتمد كل كاسات ولي بربتها إن الله يحب سعته Who are you? Who are you up here? Who are you? ما وح على سلاسة فلوي. إم قصة على ماريا فلوي. إم ملا سناوية ويانا فلويين. يا فلوي كرتا. بيم بدنا وريا. بيم جا بين تكوشة جاي. يا بين تكوشة جاي. هيشيس كي آن ألف لما فلينين. سيجس يا رسكور. إريتريا لغوكالي. هل حبل لما فلينين. وحكلي وكفلي. سنة بتقليا إن هلق كاي قوة تان أنا لف يا شعب كذي أنت أكل يا كفو شيء هل قلما كلام فلين هادو فلوايو دك دكو فلوايو ماشى إنه إسلام بري تجربة أنا أبي أو إسلام مرينا ماشى أبي أب سيري أنا مرينا ما كم مرينا هنا إسكندر في سومالي أو ده هنقل تاكتو ده تقول لك ده سن حقوق ده دي وين هلان للباب كوين تشوتشان أو بديو أو إيو أبيه وإنا تشوتشان
وأنا دبسو أول هالشان ما أخبرينه ما أخبرينه ما أخبرينه وحي ما أنت كدم بيا وحي ما أنت كدم بيا هدي هالشيء كان اللي فلوه ويا للباب كا يا خيرات كنا يا وبيا ندى يا محوا هاي خشدار كنا فرح لقى قادي ويا ماشي نسلم بريشان نسلم رينا وانا نسلقانا انت عزيزي كسو كوبعيا وما ستين يس سعب قدوميها قدومي هو جنرال وي قدومي كليا ما هو جنرال جانب على يري هذا مركا ان هذا الكيسو ما سهلنا هاد بعض ما سنتهي قدومي جاني ان وحان جعل هنا نيرو ان وضيضا هالجنكا ورنتي مرتبية ماموز وين كله اذر يوسف جماديد سودو وادر سابك سابك هذا يوسف جماديد وأهل جماعة أذياد مالن شو هانا قادة لا مالن كمان تا هل مالن كمورا نسنين رنتي وادت كان رمينا بلدها بك إن شاء الله تعالى كورنا بلدها به أوغابينيا 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 وما سنتهين وقت يربى لسيسيي إلهي بانكم مهدين عينا إنو سرقين عوي سغن بان حفلتن إنو كوحو سينو أفرتن قوردي كسو ريكتي أرورك قبن ودوك أولف وعاكرون مهدين عينا جاليد من الصوت ونو صوت يارثي حفلت عوي سغن ميد يقنو ما سنتهين سلاسوك الوحان مهدين عينا damaan dadka sharafta leh ee ka soo qayb galay xafladda qaar kooda safarada dhaadheer soo galeen saay umudiyan shucurtooda wadaninimo way ku mahadsan yihiin inta ka dib markaan ilaado dhaafo 40 sano waan muddo dheer runtii hasa yeeshee halgankeenu 40 ka sano kuma ekeyn wuxuu ahaa halgan muddo dheer soo socday oo isba jooga waa ka la magac baxay halgan ka qoray suubiibka inta gumaysi jireena halgan kuna waajirahay waxay u baahan tahay in aan kaga dhabayno balantii aan ka qaadnay dadkeena halgan keenna aan ur sheegno ayaa li nooga baahan yahay wax yar waxaan taabanayaa aragtida maanta aan qabo gumaysi aan roos fadhiinay هم وضع إنه مر هي حالة أن تجنين حالة أن لهم بوم وضع إنه قلنا حالة أن سد تجنوا مغنين أيان هوس فدنا مركا وحين أبا هن هاي أمد مركي ودجيرتو أيه وحن قن كرتا وحين أبا هن هاي إنه إنه مدونه تنتهينا أنا كواتشانو taas waxaan ku gaari karnaa inaan xaaladan aynu ku jirno aan marba sidee dhinac ay dhigato aan ka qayb galo aan waxaan u egnahay guri dumahay inaan hoos fadhino marka aqli ma aha inta dusha inaga soo dhacay guriga aan sugno waxaan u baahanahay inaan ka tashano waan leeyahay aqoonyahankeena siyaasiyiinteena iyo ururaduba waxaa loo baahan yahay inay isu taagaan ummadda sida ummadeen lahaayeen sida ay waqtiga maanta jira ula hawl gasho aad iyo aad baad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh adar yuusuf gamaadidaad buu maasan yahay waa uu soo koobay waxaan codsanayaa dadka hadli doona in insha Allah ta'ala soo kooban dhanka dumarka ayaan milicsanayaa oo runtii maamuus weyn iyo sharaf aan ugu hayna halgankan u ahaa udub dhaxaadkii halgankan waxay nala jooga dad runtii inaga mudan in aynu meeshan ku aragno aynu istaagno waa gabdho kamid gabdhihii naftood horayaasha ahaa ee naftooda u soo qadimay ogaadeen yahay runti duurka u galay qalabka u siday waxay nala joogtay naftooda horta qaali ah
مروع عبادة ربي كسو دوو مروع عبادة ربي نك يقانا يقانا ساعب سيا ونفتا دورتو قاليا قلب كوسو قادتين الدفاع دل كيدا جيسيد سراكيل بدن وتقريها بناك دكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم أدبان السلام يا لمبرون هل جمع عرب أو أهل نقول دحاء هرتا ونكحهم هايو ولي لما وضع إيمانين أو وين ضد كوي داهيان لكن وهرين محن مهد علني وقت غير ضد كي سوق من قابية حفلة دون غروح ضبطن أفرتن غورة شوحة حن مهد علني يا مدحضة يو إسكدوها عبد الخالق حنا مهد علنا يا قدومية هاي السنة شالية ده مدنى جاندي حرسي حنا مهد علنا يا كسوق أي بقلياش أو أي قبله وهو الريان والله فرد برويهين هل جنك إن وحاج وقت نفت دورتك هلا شما دولي وعوان مش سوني مدي أو مرد ويانا ودن كتمد ولا على إني هل كان يقول تما ده ولا شيء شما إن waxaan rabaa inaan dhowr qodob oo goob wax yar muddo 2 daqiiqo aan taabto number 1 halganka oo nalef umada Soomaaliyeed muxuu ahaa halganka oo nalef een waxa la yiri Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ba markuu halganka waday dagaal la galay oo cid walba lagu kiciyay gumaystana dadkiisu isku jabiyaa een markuu waxa la yiri u dambeeyay buu maxaad igaga diirsani ما هذه قدير سني برود دوف لكو إيمان هل جن كي أو ونلف أمد الصوم عليه الماسك هو ها مسعليش هو ها سودو ولا شما إن هل جن كي أو ونلف أمد الصوم عليه وحوا ها ماس وحوا ها مسعليل ودن كي صوم عليه صدون سنة كهر مركو بربوري هدي عينه أو ونلف تشيري لهين صوم عليه هدا والله قبصنا لها مرخاتين واتكتي سببتو صدّن كاسانو أي أون الفقري الله ارتاجنيت شنتي سنة اسبدل كدعي وهذا ركتنين للبديه لقب سنة يو إن برين كلا دمعي يو إنه أبي ليه بدان قادن مركا أون الفقري الله ارتاجنيت بدي برين تونا لما دمعين ويلش يرايا دو دومنا أي شوحو يي إتوبيا ماري لعيد ومدى صوماليا إن هجر دامو يي كهيسي وحالي هجر دامو جميس هالجماعة وحمايشو een sodon ka sano oo wana laf bisilil iyo moos iyo difaac bay idinahay umada Soomaaliyeed idinkuna waad qaqabaneysano wiilka yare oo wana laf bad Itoobiya u dhiibayseen waxana kumeynaan helayn Itoobiya bad male waa 90 milyan oo dalac uura xayta rooda dhariigeed ay dhaaw may kugu dhardhaareen Itoobiya mayna waxba ka helayna wax goobasna la dhahabay ka hesha waxay ku dhiiwaad mahadsan tahay kaliya هو بعد خصاصة إسكود الشكلية كسينا إسا مركا وحان دي الله سومالي ما أنت يدريم إسا هل قنك شو حووحو أها سومالي رالي قلين كبحية لبعت دي هل قنك وقيستين انت مركا انك قدبو ان دور كيغا لباد ان وحان ربعين عن أمد سومالي تكدرو مدل عن أنو بردالانين هو يدي بلقبين يونيكي لديه شيري دودان وحو يري darbaaxadu intay ka fogtay soo dhabacanaysa lama dhagabsade waa inaad dab u dareentaa markaasa dhangada loo gurtaa dhacla direed oo dhowrta la iskaga gudbaa dhacma waaweyn een hadii ay Soomaali ogaan lahayd oo ay fikiri lahaayeen oo hadda waxa socda iyo dhulboobka iyo kala googeynta iyo qalcad qalcada iyo qolaba calanka loo taagay inuu ku soo socdo ay aqoonta lahaan lahaayeen maanta mid haysata mayna haysateen waa falsafada Itoobiya samaysay ee bal horta aqoonyahanka raba ayagana inaan hal daqiiqo ka yar la hadlo waxa soo dhan Itoobiya inoole inama kala jicla ama Soomaali galbeed ogaadeen iyo ahow ama umada Soomaali weyn ahow war ma federaalisa may Soomaali noqon kartaa ma caalam bay kala qaadan kartaa yaa sameeyay waa taariikhda markaan halganka barano waa siyaalihii andalus lagu qabsaday tartaarku ku qabsaday ummadii muslimiinta lagu kala jajabinay ummada soomaaliyeed halkay marayso hadda ogaadeen iyo laga daranay soomaaliba yaa faracaaradood ku jirta soomaaliya waxaan rabaa inaad indhaha furtaan inaad soo jeedsataan dhibaatada maanta taagan inaad u diyaar garowdaan waa mid idiin soo socotee mar kalena
كلنا إن دودن ودودن مر كلنا تعو كهالله وكسر نغن دور كقبلها ربعين وكسر قبل قبليه قبلها وحمد الله يا هاي لفدار بعد هالجن كوتين قبله هو كوا هالجن هو يوايا يواكي هوار قبل يدي قبله هو كوا كجوري كشوجنا أبابله كدور كشيرنا العكت سيني كأن ساق عينا بربارين شري قبله شرف بيليهين وعاد بان قبلها السلام يا وأبها يهوي ذا هالجنك هالجما ياشنا وحيد هن شرف هيجا قاعدة قبلها إنه أنا جست هذا يكتب قبلني بعد شعلة مر دجال كي كله قلي أي جوريلا كله نقن مر جوجش يجسين كي كوجع على صوران قوله استياشي هو جنت ذا دول كذا idin garanay geeyaan toosan iyo guri barwaaqa ugu dambay waxa ku soo gabagabeenaya shacab yoho wanaagsanu ka weheshnaatahay midka cadawga wiiqe halganka wadaatay wallahan ku dhartay mid wadaniya baatay wacadkaynu dhiganana kanka weecan baatay انتو ورابو ودنكنا جوغنا وليغين هداليني الكنا كسي وضا لي وضرتت ورالي نوناهي وعيسي موي مرياوان وحلو دمين ادي اد صومالي عقدادو مقامنو انتو نديبي سي وضرقتين قبلده وقوين اي دهان بريبان لدوخي لكن انو صومالي وضرتت ورالي نوناهي وعيسي موي مرياوان وحلو دمين اد بادي سلامينا وقتي قوكو من قادم ما شاء الله ما شاء الله وهذه شيء قبله هو وكيف تنسيهين رجع مركز خير الله هذه سيو نوحان سود وين يا نندرج عداء أو سياسية ومضاشر النلاف فديا أو رنتي أنا بدن سوى هذا شقين هل جن كان واحد بدن سوى تري لديه كرو سياسي جوه رئي سوماليا كقريب جل سياسة المريكان كا la soo shaqeeyay senatoro badan senator Nurko Noam Coleman markuu la shaqeyn jiray aan aad wada shaqeynay door weyn ka qaatay waqtiga ay TPLF iyo Maladenawe isku dayeen inay halgankan ka dhigaan argagixisada inay ku daraan runtii aad gaashaanka ugu daruuray siyaasi Maxamed Wardheere soo dhaw rugada siyaasi Maxamed Wardheere handi karna waa abi siyaasadda ina baray in siyaasadda si fiican looga qayb galo Mareykanka salaam aleekum wa in salaamay taageerayaasha oo anaf Minneapolis Minnesota iyo Mareykanka aw waxaan u joognaa halkan 4tan guuradi aasaaska ururka xaqoodirka asaaski xaqoodirka oo aan laf asaaski halganki ugu dambeeyay dhalinyarada yar ee laba kacleen ma maqlana u maleenaya halgankan sida la sheegay 700 sano soo socday Soomaa qori suudib buu ahaa marba qolaa soo waday saddex kacleen mise laba kacleen mise afar kacleen mid kood buu ka kaca marka caawo dadkii soo abaabulay waan u mahadnaqaynaa aniga magacayga waxa la dhahaa Maxamuud Nuur Wardheere dadka qaar waliba ajnabiga u badan may horta markii hore Maxamuud Nuur Wardheere la dhahaa markii dadku maqlaan Wardheere warkeega inuu dheer yahay oo qaban laakiin warkeega waa gaaban yahay wada arki doontaa tan laba dadka badan oo u badan waliba amxaarayaan arki dad ajnabi ah markaan dhaho Wardheere yiraahdo Wardheer ma ka timid may aniga Wardheer ka imaan inkastoo aan isku wada dad tolnahay isku dadnahay Soomaali iyo Muslimnimo naga wadaago laakiin aniga reer Soomaali aanahay dadkii isticmaalka xuduud xagga uu ka mariyay baanahay xuduud beenaada marka marka laakiin waagaan yaraaba waxaan maqli jiray magacyo cajiib ah dad wato waxaan maqlaa dad la yiraahdo xabad baaruud gamaadiid markaasaan aragay war dadkan magacyadan wata maxay ahaay mar dambaan ogaaday gobolkan Soomaalida Ethiopia waa waligi halgan buu staan u ahaa waligood gamaadiid bay ahaayeen marka oo aan la fordhana gamaadiid ah hadda waan arkay oday iga horeeyay
هذا وحكو سوق وحن ربا والقطع وحليله سوق قبل قبل وح بدن بعد دي شيء غير لكن وقت جا عور نير وفرتن قردي يودد بدن بمهم وحال جماعي البدن جماعة ديدي بدن بفرد يمشي جماعة ديدي بدن ما قرته مركا باركا بركة وحرامين شيء هذا إذا كوكو باهي بدن هاي نمك هي لا دجالسين هل جن كي هذا ينوسو السودان ما أنت أنك ينوسو السودان وأنا وسوا مغنيين بدن يا أنكي أنك أنا واسع سنة مركة وحرامنا عقل جبا أنك مكان بليز أو أنا لف يو تاجرياش نهرونية نعقل جلية نوانية وحنو شيء dad ba hadda heshiisyo la saxanaayo waad ogtiin oo dhul saldhigii eesinaayo war ma hayaan waxa fiican inay wareysaan dadka moogta hadda shalay waxa halay afayeenka baar afayeenka wasaaradda arrimaha Itoobiya wuxuu yiri mataqaan anaga wax nooc waxaan celin kara ma la ciidamadeena Soomaaliya meeshii rabaan inay tagaan anytime goortay rabaan inay tagaan een waqtiga yaan insha Allah taala ka faa'iideysanayna aad buu maasan yahay saab isiya runtii halganka qayb weyn buu ka soo qaatay khayr Allah siiyo waxaan rabaa inaan u yeero een kuugan gogaanka jaaliyadka mudane Ahmed Cali Yusuf iyo mudane Ahmed Majerteen oo isaguna insha Allah taala noo soo gudbin doona khutbadii loogu talagalay maanta munaasabadan mudane Ahmed Cali Yusuf soo dhawow سودو سلام يا سعب مدن أحمد علي يوسف وكوهجان كوهجان كجاليات كا شقوين كجاليات كدافع كده سكاس أوردن وهجامين تودا ويان سودو وقت جاي سكوب إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتين وسلامتين waxaan rabay maartay inaan anigu ka hadlo arrimaha jaaliyadka sala socotaanba adduunka waxa la dhahaa onolef qoraxda kuma dhacdo calankeedu taas waxay ku tusaysaa sida maartay sanadkan afartan guuradii sida maartay meel kasta adduunka looga dabaaldegay marka waxaan naga codsanayaa jaaliyadaha iyo dadka reer Ugaadeeniya iyo dadka Soomaaliyeed ba dhamaan ayagoo wada Soomaaliya in ay arintan qadiyadan ay u istaagaan ayna maartay wax kasta u huraan sababtoo ah waxa weeyaan shalay hadii ay ayidi lahaayeen wax tari lahaayeen gacan siin lahaayeen maanta Itoobiya badaha Soomaaliya iyo xuduudaha Soomaaliya midna kuma soo gardarootin waxa meeshaas Soomaaliya dhigay waxa weeyaan qadiyadii reer Ugaadeeniya oo ay hakradeen markaani waxaan soo jeedin lahaa meel kasta jaaliyadii waa joogan intiina joogta Minnesota iyo Mareykanka inta joogtaba waxaan u soo jeedin lahaa wax kasto ay jaaliyadaha iniga baahdaan inaad ku caawisaan sababtoo ah waxa weey jaaliyadahanu waa kuwa xuduudda u ah halganka reer Ugaadeeniya inta ka bacdi waxa weeyaan markasta annagu waxaan jecelnahay ummada Soomaaliyeed oo midowda ummada Soomaaliyeed oo iska celisa cadawgooda arrimahan hadda dawladda iyo maaratay xogaa aan wadimana tabeynay inay daciifnimo ku jirto inay la hadashaba ma ahayn maaratay badda Soomaaliya kala hadasho sababtoo Itoobiya waxay tahay maanta ma jirto waa burburtay Itoobiya laakiin waxa weeyaan dadkii Soomaaliyeed baan garanaynin Itoobiya waxa ay ka wado in ay mataqaana handadaadan iyo beentan gudaheediba wax ka qaban laadaan marka inay dhageysato ama la fadhiisato ninku yiri maradaadan kugu dhig kula leeyahay haddii la fadhiisatin maxaad u maraynaysaa waa xisaab xun oo ma aragtay wiliga aanan ka hareynin arintaas aad iyo aad baan anaga hadaanahay reer Jooxa aan oga xunnahay inay mataqaana dawladdu ay la hadasho intaas marka laga tago waxaan leeyahay jaaliyadaha reer Ugaadeeniya ha guuleystaan ummada Soomaaliyeedna ha midowdaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh calaykum salaam aad baad u mahadsantahay a'uudhu billaahi min shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil mutaqiin wa laa 'udwaana illaa 'alal dhaalimiin
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغنية أغنية صوماليا صوماليا دادك كفي عن ميه إن ملاك خطبه لكن أو حي إيرهدين وحكا داوين وانويني مركا وين دادو هذا شام مركا قرال يرون سود دياري وان آخرنا يا مركا إن دول غالطا من إن كورتنا يا هدي أف صوماليا هدي أرفهم ويدان إدو بان فافاهين وانو فافاهين كرا عاو حينو سغن مدهل كان وانو دبال دقينا و سند قردية فرطانات آساس كي جبهدي ودنغ حرين دا صومال قلبت أما اوغا دنيا مركا لصوغ قابيدان لو يقان جوحو دقاقان ما هامد كسو باللوضي أما الله باللوضي جوحو آساس كذي وامد صوغ باللوضي مدردير سو سعدي لوكتي سي ودن بيسينا وحي صوت باللابطي كون يسيداد بقول سقاشين يتضبضي مركي يقول ريسي مركي أباسينيا أي صوغة شيء مغالا ذا حرر أيو كصوت باللوضي ماانتنا وحالاقة جوغة مدى كودو بقول يصدن سنداد أيو كودو يهي إن شاء الله نوحان رجينا ناين نوقتو لوكتي ودن بيسي أي كحروي بلاي دوغة ذي صوماليانا أي كوميدو بلاهيد جوحو حالا أساسي كوني يساقال بقولي أفريس ديتنكي حلو هلقنكي شعبك لقومي استاهي دولك أوغا ذي يؤو يرا شيقي لونا باهدي دبع صوب إيو قشل لغو جيدي جيليو هلقنكي حوريا دونك أها عارق أوغا ذي كاسو عدي نس قرني إيو داراد جوحو وحالا أساسي أو سلديك لوغا ديجي لغو أساسي أو سلديك لوغا دي مبادي عدعد أو أي كميد يهين أيو كتشجع يدفاع الدين تدلك إيه حقوق الشعب كصومالي إجوميسي كهزرة جو حواحي أمسن تهي عندما شعوب تأدونك حقوليين إن أيو هذا كتشدان أيو هذا كتشدان كنا نولادان حرية شرف إيه نبتقليو قرشيه جو حلو لو أي كهول قشي مركي لا أساسي وحالو دجي قرشو أي كهول قشو أي فلسو قضبدي يقول مهم سنة وحاكمي ذها قد يدو قذي إن لغا سارو إن أي تحاي خلاف حدود يدو أو دحاي لبا دولدود إن قد يدو قذي إن لغا ديغو قد يد شعب لغانا سارو حبكي هوري أها جبهد هلغنتو أو كليا إن لا أبورو عدود وحل السجع عابين كرو سيلو دفاعه هيملوين ك لهكسنا يو إلا مذايو دول كصوماليات إن دول كي شعب كيسة لجارسيو آيات كتشبهها أو يقوليهن قرشان و ودفولي مركز لجربا قدر كودن بيا أو ولي شعب كيسو رد كرد جوعان وأنا قدر ك aya qotashiga ama xurriyad buuxa oo dhulkaasi helo waxa iyana meesha kamarnayn in helida xurriyad taama in lagu wado hab nabad galiyo marka uu xilligu saamaxo sagaashameeyadii markii dargiga dumay jowxa waxa waxay ka qayb gashay diyaarintii axdigii ku meel gaarka ahaa ee gobolka Itoobiya ga kaaso saldhig u noqday dastuurka qoomiyadaha ku dhisan ee maanta Itoobiya sheegato doorashadii 2019kii markii jooxa ku guuleysatay 184 waxa golihii shacabka ee la doortay aqlabiyad ku buuxa ku ansixiyeen in shacabka Soomaaliyeed ee gumeysiga ku hoos jira afti laga qaado waxa uu mustaqbalkiisu noqon talaabadan waxa qaadan waayay
TPLF oo aan ognahay maanta meesha ay ku dambeysay waxayna bilowday laynta iyo xirxirka madaxdi jooxe ee iyo cid kasta oo taageeraysay xaqa ayo ka tagshiga arintan jooxo kama aamusine waxay hirgelisay qodobkii ahaa in la dhiso cudu dadka diintooda iyo dad dhulkooda difaacda taas oo aakhirkii keentay in taliskii TPLF gafuurka dhulka loo geliyo una yimaado isbeddelkii 2018 kaasoo ah kaasoo hadhaagii TPLF qasab ku qasbay inay heshiis la gasho jooxo si xabadda ay u joojiso nabadna gelyaana ay aayo ka tashiga ummadda waddanka iyagoo waddankooda jooga u wadaan heshiiskan isaga ah wax ka hirgelay ma jiro sidii xubnihii iga horreeyay u sheegeen waxayna isku dayday xukuumadda hadda arsaba ka talisay inay waxa la wixii carqalada ay samayn karto ay samayso si arrinta loo duudsiyo ama mugdi loo geliyo waxaan soo jeedin waxaan in yaroo baaqa u diraynaa jooxo waxay xubnaheeda iyo taageerayaasheeda ugu baaqaysaa inay laba jibaaraan dadaalka dalalkoodii iyo lana xoojiyo himilada shacabka la gumaysto ee cariga ogaadan yahay dadweynaha waxay leedahay gacmaha isqabsada oo midooba si aad aayihiina u sugi lahaydeen dhulkiinana u difaacan lahaydeen Itoobiya wax aan lugooyo ahayn horeyna maynaan uga baranin maantana kama sugayno waxaan jooxo waxay taliska wareersan ee adsaba ku ugu baaqaysaa inuusan ku kadsoomin nabadda nabad jacaylka dadka naga iyo dulqaadka jooxo balse aan xabadda naqaan nabadna naqaan mid alla midkuu doonana uu naga heliye balse dantu waxay cid walba ugu jirtaa nabadda sidaa daraaddeed ayo ka tashiga shacabka la gumaysay ogaadan yahay ma aha mid gorgortan gala inta qof naga nool yahay na marna ka tanaasuli mayno ka tashiga ummadeena gabagabadii waxaan idin sheegaynaa in jooxo marnaba ka leexanaynin ka leexan doonin mabaadiidii lagu aasaasay ee ayo ka tashiga shacabka Soomaaliyeed ee la gumaysto halgankuna wuu socon inta dad iyo dal aan u xoroobayno dal iyo dad ahaan intaan u xoroobayno halna shacabka Itoobiya aan leeyahay shacabka Itoobiya ayaan leeyahay meesha aad maanta taalaan waad aragtaan weligiinna nin xukun doona unbaa dab intuu inin geliyo markii dambana marka dambana iska taga isaga oo aan wax dhaxal ah idin samayn haddaba caqliga ka kora oo sidii aan nabad iyo dars wanaag aad darskiina ula noolaan lahaydeen u fikira korna kana bilaaba inaad joojisaan damca hanti iyo dhul dad kale leeyahay halna abiyan leeyahay abiye iyo xukuumadiisa ayaan leeyahay horaan muquunina loogu kari waayay marka haddaan xabadii yara dhignay yeesan kula noqon in wax waliba sidaad rabto noqon marka ay timaado aayaha dhulka iyo dadkana kama gorgortano waadna maadsantiin aad buu maasan yahay u maasan yihiin mudane Sayid Axmed Cali Yuusuf iyo mudane Axmed Majerteen haddana waxaan u yeerayaa abwaaned Faadumo Macaan oo noo tirisa tix gabay abwaaned Faadumo Macaan waa halgamayaashii gudaha ka soo halgamay oo runtii ahaa gabdhihii gudaha muddada dheer ka soo halgamayay dhibaatana loogu geystay Allahu Akbar ogaadeen iyo Allaha xoreeyo Soomaaliya ha israacdo cadawga Soomaaliyeed ha burburo
gumaysiga ogaadeen iyo ha burburo shacabka Soomaaliyeedna hamidoobo idinkana aad baan idin salaamayaa waxaan ku faraxsanahay mikrofoonka inaan qabtay oo caawa sanad guuradii jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo oo afartan jirsatay aan nasiib u yeesho inaan intaas oo qof soo horistaagay aad baan ugu faraxsanahay awalan waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo suura galiyay inay caawa xalfadan nabad inoogu qabsoonto waxaa kaloo u mahadcelinayaa jaaliyada soo qaban qaabisay xalfadan iyo habeenkan gaarka inoo ay qiimaha badan sida sharafta leh u soo qaban qaabisay ayaan iyadana marka labaad u mahadcelinayaa oo ugu horeeyo isku xiraha iyo gudoomiyaha iyo dhammaan farciyada jaaliyadoona kala qaadaynin waxaa kaloo u mahadcelinayaa marti sharafta culimaadiinka hooyooyinka bahda suugaanta iyo fanka iyo cid kasta oo munaasabadan joogta maskabka ay ku fadhido halkan ay kaga soo xaadirtay baan ku salaamayaa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waqtiga waa laygu soo koobay laakiin aniga gabaygayga insha allah ayaa ka hadli doona wixii aan hadal ku dhihi lahaa wax yaroo taariikh yarna inaan ka sheekeeyaan rabaa gabayga gadaashii soomaalida waa la iiga horeeyo hadalladii waa la iiga boobay aniga gabayga igu caawa soomaalidu aad u quseeyaa kadibna dadka la xalajalayaashii iyo xubnaha joogta la hadlayaa inta caawa habsaantee intan joogta hortaydo madaxdu ay u horeysiiyo inta caawa habsaantee hadalkaygani gaadho hawraar baan dirayaaye hambalyadii xuska jooxiya hadiyadii rangudooma hadaljeed inta caawa soomaaliyaan ku horeynay ii dhegaysta hagaag haweydan doolkii herar iyo hawaas iyo goday kuma hakanaysay hadafkeedu wuxuu yahay hareeraha berbere iyo inaysay lacanato ay weliba horay u dhaaftee inaan kuu halgami aadi umaba aadan haysane hadal iyo dhammaantii anaa kaa hor joogay durba saahubkaygii lama tabin halkaygii inta geesi halyeeyo calankaaga hagoogto haybadaada ku faanoo kaa hor joogay waraabe aad u heegtay cadaawe hadiyadaad ugu dhiibtay soomaaliya ay ma hilmaamin halka maanta aan joogana hagartaada ay geysay haddana kuu dudi maayo luuqadan ku hadlaa iyo hidahaynu wadaagno hantibayna dhex taale runtu waa muhuraan oo cadowgeennu hal weeye soomaali maysu raahilbaheen iyo dhiigga maysu heelin karnaa markay hawshu adkaato haddayna taasi dhacaynin anigaan hafranayno cadowga heeri aqaane ma iga dayn hagardaama hadalku waa iga dhammaade halkaa waan ka gudbee haddaan hoos ugu laabto ujeedkan ka hadlaaye halkan aanu imaaday halgankii shacabkeen iyo hadafkii ururkeen iyo himiladii aayaheenna ee hableheenna qurxoon iyo halyeeyadii waddankeen iyo hantida aynu ku weynay nafta aanu huraynay halkii oo ugu sarreysu hubaashii marayaay oo hayaankii geedigii iyo hardankii ma istaagin oo heeriyadii lama tuurine habacsanaanti iyo quuskii iyo hagarta aan iska dayno hurdada aynu ka toosno hore aanu dhaqaaqno xubnaha waxaan la hadlayaa shacabka reer ogaadeenya halaalaasaha beenti iyo hunguri raaca warkiisana dhagahayaynaanu hoorin soo dad hore kuma inaan soo jabin jawxa guul ma keenayso itoobiya waa dowlad waa calan bay leedahay dhaqaalay leedahay away dhaqaalihii iyo ciidankii iyo dowladdii soo dad hore kuma inaan habsaamin oo kuma inaan magac beelin oo kuma inaan sharaf beelin idinkuna sharaftiinna ilaashada halaalaasaha beenti iyo hunguri raaca warkiisana dhagahayaynaanu hoodin halganku waa halgankii hororku waa hororkii habshaqeedka shuruucdii iyo hoggaankii isma doorin higeedaad qaladeen ee halbeegeen iyo yoolku halkiisii kama guurin su-aalahan habboonayn iyo hubkii baa tiidhiseen iyo huteelaha la degaa iyo hanjabkaan iska dayno halka waan ku celinayaa su-aalahan habboonayn iyo hubkii baa tiidhiseen iyo huteelaha la degaa iyo hanjabka aan iska dayno halganku waa halgankii hororku waa hororkii habshaqeedka shuruucdii iyo hoggaankii isma doorin higaadaad qaladeen ee halbeegeen iyo yoolku halkiisii kama guurin habowga aan iska dayno halganka aanu istaagno horayna aanu dhaqaaqno hirashadii ummaddeen iyo haybaddii calankeen iyo xornimayaan la hilmaamin rabbi baa haya guusha qofku doono haleelshee rajadu yaynan hagaasin habnugeylku ma fiicnee habrashaan ka dardaarmi jawxa waa hadhac weyn oo soomaaliya ay hadsanaysa ayaan qabiil lagu heegin oo halgankayaan la jifaynin markaan guusha haleelle isticmaalku huleelo hunguriga waa loo sinaanay hawshan aynu wadaagno hilaac baa biliglayn oo hogal baa curan doontee hankeennu yuusan diciifin hoygana aynu difaacno intaa ma isku ognahay ma ballanbaa qadiyadani ma waxay ka mid tahay qadiyadaha
شن جرسدي أفر جرسدي أعلن كقبل الله لمدة قبل الله الله حسايا كمتهاي أعلن كنديق بالغو كياني أعلن كقبل بالغو كياني هويين بالغو قبل ماي أفرتني يلا من نفط رأو شهيدي كمان أقول هاو تشوكته كوا عودي أما هاو تشوكته فرصة هذي الله يسينا يلا ما أكون يسقالك هبين ما العلا أنا وتشوك وحي رأي قبصي تحن تريه عن يعني يعني كده رأي هذه فرصة دي الله يسينا يوم هبين هبين هذا كم يلا ما أكون يسقالك أنا قمر كأدو ير بشي الله بعد قولي أنا هوارين تاني وأنا واقعنا ما يديسك عصبة ودنك يمادي هل جنك عقبة تكون ودتك قاركين نيو بولس كوي قانن فيروس كاسمر كوفستي أنا كمر كعقبة كيان شوقي ويمادي يعني هبين هبين هذا كم هذا وحريد لدي شرو شبه دلقو هذه شرو بين هذه أمن طنبا مر كي تهاي بنك قر حيد حديثا مر هبين نمن مقالة وانك صباحي يا وحن جرم واي وضادي وانك هبا باي مر كي هرنا ودم أنا نهيني نودي ومال بن صاقر دشي حي مر ك سانو سعدي وسعدي 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 با وحن وحن شيء بهالحيد لي الحيد الحيد طب كأنت جرم يا سمر كلا شيء الحيد قوي 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 قلناها حيد كاسعي بوك على لاب عروس عدن رول كديك أنا رن كرين وام ودي مر ك حيد كوي دمس عدي ودمس عدي مر ك وحكى واحد دوا علي هذا محارك ووعد هذا ما كان نقول حنديه كنا وقت قاس تذكر يا جورا جها وحنديه كنا دوا هذا كرة اللي بحبه والله وحن سير مركب دوا عني ها كرة عفو يون اللي بحبه سوى جاميني على أبته دام رول كدي كان مركب ما 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 خهران كرو دش أي دكمر خهران كرو سانو سعدي وسعدي بعد مركب جيدا أركي إلا المال مقاله تولو بنك قرح إلى ده قبر ده ركض هذا وأحمر مرك الدجن تايبا من أحمر جبا من كرتشو قايلة هيبا يجا فريسي وحان يصير مرك جيت كان هوس تيسة أنت هاد فريسة تيد جيت كان الدوان قبل سنة وتكوك يحيط كوها كل رافو وابن سكا جما يكل سوني ذا إذا تاي يحيى صاب حد هادو تاي يحيى صاب حد صعب عيو من رير با من كر فدام سحرة دي عيدا كمان هوس تكجا شرة وحان دم عمر كينا كعو حان دان كعوار دي جايار كيا هادو أجو يجو بري ويجا درن تاي ألعب تان ولا ألعب خطر ويان ولا يجو أركين كعن تام مرك علم باي يجو حنا علن كيو حان دم عينا فرو ألعب تقيب كم إذا ندبان كوا مال شيل سنة تان قضا قيب تخطر تا يا علن كبينا نقد كريدو ويجو أتك أتى مرك علن كينا فرو مرك علن كي مرك فرو يبا جبا يربان تريو حان ري وحان علن يهو درتا على ودو شيء سيا دريقي هذا أجو جم أبا مر بيد ولا أدويمن دو شهيد أمر بانكو سوري مربو حق داهر نقن دول ميقو غاربو عدان كو عددك يقول نعب مربي دهبي يقول وعي انت درع كوغو اي اوضا دوغاقو عناي ديوانك انتان كوديغو دروس أمر بانكو قوري وادنا دوكسان دونتا درع ديا أبارها دادت ميرا يا ايمن اسك دادت كاغ امر بي دوني دو اي دلالي كو دبال دهي انان دو شهيد إن عندو شكوكو سيديو إن عندو شكوكو سيديو دول دوب كنا وعمل سكين وحد دابع كوكو يال ودنا هدا على كيس يومين أنا أدمي ده يكرينه دم بايجا كافر تيد ويا رال نقو علن كان ماها علن قبيل ماها علن بيش كوي ما دي تبقى صومالي هذه يوم مدرها رقادين يا وحن كعد صنيع إن هلجن كنا لقط حقليه أدو ما سنت هاي سلام يا سعب بعضو ما برون نماذج يقول حقوق ستمر كرنا على هذا حقوق تايم يكون درس تاي وحن ربعنا سود ويو مرتي نسوق قاعدة هذا ولال كان حمزة ورفا سود وو يو تيم كلا سودا سود وهذا هل كاسان كسي وضعنا إن شاء الله تعالى هل كاسان كسي وضعنا هوشة وحن ربعنا نويرو labo kamida akhyaarta bulshadan runtii wax wadan wax badan soo qabatay oo ka soo jeeda gobolka Northeastern Kenya waa walaalkeen Major Aden Sahal iyo Honorable Umar Aden waxaan rabaa labadaba inaan simultaneous loogu yeero insha Allah ta'ala Major Aden Sahal soo dhawow aad baad u mahadsantahay saaxiibkii Umarna soo raaco waa rag qaali ah labada nin aad arkaysaan Kenya wax badan ayay runtii ka qabteen halgankana abaal badan bushme marka intaanan gelin arrinka jaaliyada Kenyan community at home and abroad waxaan rabaa inaan demystify gareeyo saddexda eray ee ogaadeen ogaadeenya
أوغادين ناشونال ليبريشن فرونت عبد الخالق وحوغاغا وكير مرمر قدي لكن عيد كستا او محاي اهايد قد يدى دقانكا او استاكتو وحا هورتا لحجاء اوغادينيا وقبيل. Let me try and demystify that problem for the young. وحنكو بلابايا اوغادينيا اوغادينيا مقع عاسي ميسان بحن سومالي اتوبيان اي عيد كلمة بحن وحابحي قميستيه كلاغا غيبيي افريكا سيدا كينيا وقبحيي اي افريكا دا كلاي فرادة بدنبا يوغاندا رواندا بوروندي لايبيريا اي وحلا ميدا سيدو وقبحيي وقبحيي ودن كليجي ابوها سيدا اوغيد ان لغسو عليا رير ويكوين تايوانا دعيف نمو وحان قليا مدى اللي يراهدو أوغادين ناشنال ليبريشن فرونت أوغادين ناشنال ليبريشن فرونت نينكي أخرية شرودة ديدا مجيرو كلاوس رير كحيريو مجيرو كلاقو قباشي يا رير مجيران وا أورور غوبنما أدريرا أو سياسة إيا حالغن كسال ليسن عبد خالق سيدو شيغي وحير أيدينا حتى ما هنو قادين اسكدا وحكا له لكن حدنا حلقنك انت عن أغادينك أهين اودي متي لما حسابي كرو انت أغادينك أه هردامها يدبكو أغاي ستي لما حسابي كرو وحاكو هري مقع أغادين كوميونيتي أغادين ورير أما سنة كوميونيتي سومالي دا كميدا wax ay kaga leedahay degan ahaan mooyo meesha dadka kale ay la degan tahay mooye ma jirto marka xujadan hadiya jeer hortaalo qofka xornimo u dirirka ee ona leef ama degankaasi masalayo waxaan leeyahay waqti aan lagu dhimanin mangaabka waxaasi waqti ka dhiganay sida ogtihiin boqolkiiba 90 afrika magacyahi gumaysaha u siiyay beweli sida taa in yar oo kooban mooyaane intaasna waxa weey markay gaareen hadafkii ay lahaayeen ayay constitutional review ay subiyeen wada jir iyo talo ayaa lagu bedelay cidna ma isa dhihin magaca ogaadeenya waa aayad soo degtay lamana bedeli karayo laakiin waqti bay leedahay halgankiiba wali mira dhalin dibkiiba wali socda marka markuu ninkii la oran jiray muxuu ahaa Faisal Cali Waraabe iyo wax la mid ah intay istaagaan ay su'aalo iyo xujo iyo waxan jirin meesha la istaagayaan kuwa u jawaabaya waqtiga ay ku luminay baan leeyahay inta waxan kaga baxayaa turxaan bixintii erayada issaarna waxan u soo noqonayaa the Kenyan community walaalayaal Kenyan community sidaad ogtihiin kuwa diasporaga jooga iyo kuwa waddanki joogaba waxay ahaayeen laf dhabartii halganken ragga ciidamada soo maray waxay yiraahdeen fall back markaad dagaal gasho meelad ku soo noqoto inaad lahaato weeyo oo strategy ku falanqayso Kenya waxay ahayd hooyigii lagu soo noqonayay dagaaladan iyo dhibkan markay dhacayeen and tonight in this hall on this day I guarantee you the Kenyan community both in the diaspora and at home are there standing with the people of Ogaden for their fight for freedom, peace and equality. Marka intaas iyo nabadgelyo baan idin lahayn walaalkay Umar baan ku wareejinay. Assalamu alaykum. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم رنتي ان هذا الك انت بدن والله شيغي والله هدلي اني وحان و استاغ رنتي ان هورتا اول شيء الله سبحانه وتعالى امهد عليو الله سو رنتي سورت غليي ان حفلتن قرخده بدن اي قبسونتو هبين كان عاوه او تاريخي اه oo kas oo ah habeen 40 sano sanad guuradi 40 sanadaad
هايدا أما جبهد أما جبهد أما حزب قرنتي ودنيقة حورينتا أغادين أونالف ورنتي هبين تاريخية أنغا يو صاحبك آذان سهل نيروبي بانكسو جدنا أما نوديستان أما كينيا دقال يددال فرب بضنبان رنتي قليني جبهد وقت قفل بو عرري ودوماني أونالف مغا عمركو مغلا عرري ونشاي كرين بان حبت كدقاني أنغا وضدك للا عرر الله رب حصدنا عن رنتي باورادة كده بقاذين جيرني عن دقال يددال فرب بضن عن كوغالي جيرني عاوانا وطاريق عن رنتي قالين ايو ماركينو هرمر ايو انو حلالق بصدو قدومية مادي جامنكا ورنتي اوفا ديو مقال مدحدة ايثوبيا ادس ابابا وكاقب قليو لدقالان كي هرجنكا حزبيوينكا وحمن مهم كي هاي أبيغا رنتي جنرال غاني وحو إعلامية دقال أنا قال نحايبه كرسيقا مركان فديي وحان دهي ورميش والووكا لهذا يا مانتا دقال كو إعلامي أبيغا هرتوا رنتي وحو نقدينين قبانا يو صومالي وصو جيت سدي صومالي أنا رنتي لسكومد يو جب هدى أغادين أو رنتي هدى diplomatically أما diplomacy مركا ينقطو أدون كدن ميلا بضان رنتي لغد دبال دقيو نيروبي مغالا مدح دا وحكا دعي وادا رختين تاريخ باكا دع دي مركا آنيغا هذا الكا مديريني وحان روائن عن رنتي عن رنتي حصو داد مهيمة أو ديال كان ماشا كسابران أي كاكويهين أو رنتي نانو هم بليايو قدومية مادي يو ديال كا أساسيال كا جب حدا هاوين كرنتي قرحة بدن مر والبو هول والبو يو هول والبو يو هل كان كاكوة وصبعية قبلها جالية دا ري من صوتا جالية دا آد رنتي قدومية ماد قدومية قاني اما جنرال قاني يو صاحبك يا عرب اي هوركا عيان ورنتي آد مداليالك وحاكلوا الروائن انهم العمد عليو الرق مهيمة او هل كان جوغو قنع سطيالة qaar ka imaaday magaalada kala magaalooyin kala nooga soo safray waxa jooga suldaan aadan macallin runtii gacanta taag magaalada atlanta oo ka yimid waxa jooga saaxiibkay ganacsade ibraahim cali ethiopia ayaa fadhiya halkaas asaga waxa kale oo fadhiya directorka saitec academy oo runtii sponsorka kamid ah directorka abdurrahman uu fadhiya asagana abdurrahman geelle وحاكلو امتمد ان قف قالئه رنتي سويدن كتمد كان ديد ميديا عبادة تربي ما نركن لك وسلام يا انيغا وحاكلو فرصدن ان ربا ان عاوه كو غبا غبيو فرصدن وحان ربا ان وحاكلو يمد او نين مهمه اوني لوبي مغارده اوهايو احمد حسين كابي دي كابي سكان وفديا عن أركي لطلي حمزة ورفاع أدير بانو هايواني اللهي أوك سلام لي وحاك ربعين أن هل كان كحصو ما أنت فرصة ده لغنى لون أيو أي أنا لف أي جارتي جوش أي جارتي وحاك جارسي بعد الله رق سياسينا مهمة ورنتي قاركود عاون نجاه سيان وحرنا أن ندعينه سنة محمد يوسف حاجي الله يرحمه إلهي إنه جنة فردوس جيو أمين دها قبرك إلهي واسعيو دم بجيس إلهي هدافه إلهي وحو أقل أمدا إلهي بأوك أم نغن ونغن هاي ما أنتم ونغوها سيا مالين تاريخية وعلى سبب يكد جي أنا لفو لغا عرريو دتك يكا عرريان مركا إيوه حلوان نضي دن إري كينيا وهرري حلوان كمدالها كم كونجي honorable yusuf hasan orunti wax yar kadib soo wacidina salaama ay asagana iyo jaaliyada reer nairobi orunti lohlin waayay on aniga maanta iyo kapteen aadan saal aan ka joogno aad iyo aad idin salaamay aad baan idin jeclahay ogaadeen ha horowdo aad baad u mahadsan tahay aad bay u mahadsan yihiin meej aadan iyo walaalkeen honorable umar aadan فرصدان وحن إن شاء الله تعالى سوغان تبا صوصة عطا وحير كراس اسكو حجية إن شاء الله تعالى وحن ويريا لطلية سري ولكن حمزة ورفا وإن شاء الله تعالى هذا كم ذا
تيمك كامبين ك مدهوين كحجان كحزبك الديمقراطية تيم وولز مدن حمزة سودوو مدن حمزة سعب يا سلام كسودوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan maleeynaa qoliyaga gaaban baa lagu talagalay in halka la galiyo markii gacanta ku qabsanaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh en waxaan maleeynaa kelmada yar inaan meeshan ka jeediyo la igu talagalay laakiin farxad awgeed daantay inaan idin ku bedelo inta idin daateeyo ana ay iska degtan ka yaabaya runtii farxadan la soo koobi karin bay tahay inaan caawin in kala soo qayb galo حفلتنا هذه آد كلوس أبابلي وشيء ذا قروح ذا بدن كسوق يبقلي جدقي يو تاليدي سو أباب الشيء وحنا رنكرا دبل دقة فرتنات جبهة داون ألف محلو دبل دقة يا محي كصاب سنتا هاي محي نسنا دول بود دبل دقنا شخصياً رنتي أبال قارة أيه قد يدنا يقول هذا هاي أنا أدوري تبنشر أه أيان حقوق الإنسان كارمة هذا قلي قبل كاليفورنيا وحسبب وها درينك يو شعورتي أي أبورتي دقدقاقة أيون الأفكا أبورتي قربها أركون الأفمركي الأساسي سديتني أفرتي ما أهين أر الأساسي وحوها فكر بوها ايديا مركب حرب ما دامد موادنين تين مريكنا أما إن مريكنا نقدان إن يروجرتا أو ريزيرنس أه إن إن أنا سبر برديجو شعورت يدرين كلو أبوري إن دقائق ببدأ أنا إنه عاوه هالكنو تشوجنو هي ودن كان ينسود ويجي إنه كميت كان نقلني dib kiisa iyo deeftiisa baynu wadaagino en waxa aasaas u ahaa ururkan waa wax adduunka oo dhan uu maaragtay ku hamiyo ee universal waa wax aan Soomaali ku ekeen waa wax bin aadamka oo dhan ay danayaan oo ah freedom iyo opportunity gobnimo doon iyo fursad qofku ayiisa uga tashto waxaad ogtihiin wadankan aanu joogno wuxuu xornimadiisa qaatay sanadkii 1976 wuxuu 250 jir noqonaya sanadka 2026 marka moogtihiin wadankan intuuna xornimada qaadanin 1776 inuu sanado badan uu rafaadayay oo marba raadinayay wuxuu ku haminayay hadaba sida salaadta jumcaha aynu imaamku inoo xasuusiyo mar walba muhiimadda leedahay alla ka cabsay inaan is xasuusino sanad walba in loo dabaaldego damiirka iyo shucuurta ay hawshan ay wadato waxay badbaadinaysaa ma aha hawl inaanu ku harsanayna kaliya waa mustaqbalka carruurteena waxyaabaha ugu farxada badan waxa ka mid ah gabadheeda markaan hadda soo baxay aan u soo socday aan u sheegay xafladda waxay igu tiri aabo waxa iga soo raadisay iyo soo gadaa calanka ONLF ee ku qoran oo kale meesha lagu gadaayo hore igu soo gadbay tiri waa 17 jir marka runtii sharaf aad iyo aad u qiimo badan bay ii tahay waxaan rabaa inaan runtii saddex dardaaran oo degdeg aan oo xiliga ilaalinaya inaan idin ka tago ta koowaad wadankana joogtaan wuxuu miisaaniyad tala weyn ku leeyahay waxyaabaha aad ku haminaysaan meesha aad ka timaadeen iyo meesha aad joogtaan ba marka hadda soo galay nin bay weydiiyay wuxuu yiri 6 sano la soo dhaafay maxaa xukuumadiina ama xukuumada Biden ama xukuumada Tim Walz u hagaagay oo dadka Soomaaliyeed dadka muslimiinta faa'iido u leh laba daqiiqo ay u qaadatay inaan kor maro 6 sano ka hor matalaad gobolkan kuma inaan lahayn naxfiga gobolkana waxba inaga ma soo gali jirin xukuumada Biden sanadkii ka horeeyay waxa wadanka dadkeena ku kala qaxooti loo ogolaaday oo adduunka dhan ah 11,000 oo kaliya labadii wiig ee ugu horeysay xukuumadii hadda madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka 79,000 oo qof ayaa qaxooti sanadkii hore wadankan la keenay group 5 baad u taqaanaan programmaha hadda la aasaasay
شروع اللي جو ممنوع عليه إسلام نعيبك أو دتك مسلمين تلوج هرتجين ودن كان يمادام بالغة صار يمشى وحيابنا الدين شيء وحياب الدين كيقويس كينا يدتك كتم عدين فائدة أولى وقد يدنا أدمان تاكنو شوكتان ميزان كاتكو يلان كرتان هاوشا صابت ونقان كرتوي مركب وحين كل يرجلين لها إن أتستو سوق غيب غادتان نظام كدولة دور الشذا يعدين تا وحيابا بدن إنه تبينه أو كم تاعي حقوق ذات كفلسطين أو دبات بدن لو جيستي أدون كنا وقصي حري وحد حقوق بن كرتان نظام كدولة جودي سين عددنا كوي على تان ونعذيسان وحل الدون يا وحوي إن عروتان عدبنان كوب بحذان ذات كله ثلاثي ميس كي ذن كله وريجان مرنا بها وقلاننا قد يدنا يا قد يديها كله حقوق الإنسان كدون ك maasha talada laga gooyo inaynu fadhina marob la inaga raba idinkaana sab u noqon kara marka waxaan ku dhirigelinaya tan aynu u dabaaldegino ee qiimaha badan ee gobnimadoonka iyo tan halkan joogtaan ba inay sab u noqonayso qaybgalka doorashada iyo nidaamka dawliga ah halkan ka qaybgali kartaan waxaan ku soo gabagabeynayaa saaxiibka carab aan xilliga ka yara qaatay ee inaad runtii u maadaa lisan tiimka hawshan idin wada The mountain I know was Washington DC, Marat Badam Ban Marak Kukulanai, was Shakurun Tila Shukran Ala Wachiba, Shakurin Kode Kasotagan, Kharish Kode Galan, Marka Wufu, the Nusamanka, and Hawaiian and Utagero, you do Ainusian, that Kahoshi and Owada, Mahanakwa and Guiri Hala, that Kasamara, the Marka Numa, the Alino, Walale and Arab, the Manto Truntimiso Kobi Karamayadoda, and Waham Bogadina and Kuso Gabinaya. isbeddelka dowladeegaanka ka socda waxa sabab u noqday go'aanka ay ururka wana lifqaateen in wadanka qaalin lagu halgamo nabadgelyana maaragtay lagu soo xasiliyo inuu gobolku noqdo gobol ay xasiloonida maanta ugu wanaagsan ee deegaanka ay wadanka ka jira marka runtii nin oday oo xilligi maxamed siyaad bar xukuumadiisi qatar aan ku soo gabagabeenaya ayaa wasiirka kulumaysiga laga dhigay wuxuu ka soo jeeday deegaamada aan kaluunka aad looga cunin ee xoolaha laga dhaqdo marka waxa la yiri meelihii baa la suusay maaragtay kaluunka finjeerada la galiyo isaguna meeshu dibsanaya marka wuxuu yiri bal horta si maan dhinay meesha naga saarab yiri sababta kaluunka urkiisu aad u dhibsanayay wax badan aynu dhibsanina jiro oo mugdiyo dhaxdeena waxa la iska iloobo bal waxa waynu soo noqonaynaa tiiguud aynu culayska saarnayo midnimadeena aad baad mahadsantihiin aad gu maasan yahay walaalkeen xamza warfa la taliya sare madaxweynaha biden waxaan ku wareejinayaa waxa la yiraahdo dhaxan baad dadka waa leer dhaxamooday dj fermo iyo chik 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 yep that's it thank you على الخرقه Hey,
Come
waxaan rabaa inaan u yeedho halganto mushtaaq oo ku hadlaysa afka dhalinyarta soomaalida ogaadeenya intaa kadib waxaan rabaa inaan saddex qodob maadaama afka dhalinyarada ku hadlayo aan ka hadlo kow dhalinyarada reer ogaadeenya labo waxaan rabaa inaan la hadlo hooyooyinka nagina dhiirigelinay maanta jooga saddexna waxaan rabaa dhalinyarada guud ee soomaaliyeed inaan la hadlo kow dhalinyarada ogaadeenya ee hortay hor fadhiday aaway kaalinteenii halganka dhallin baa dhistay maalin walba u kacday aaway inkasta oon sanadkan idin bogaadinayo oo aad ma garanaysaa ismuujiseen innagoo la rabo in layna qariyo waa la damcay in layna qariyo waa la damcay in laynagu dhagahadlo la yidhahdo halgankii wuu baaba'ay waxba kama jiraan waxa weeyaan waa la dabar jaray nabad bay qaateen waxbay gateen in badan baa laynagu yidhi waxa loo socdayna waa quluubteenna iyo hankeenna iyo niyojab ma aha dadkii halganka ina soo gaadhsiiyey innaga quluubteenna loo socday miyaan aqbalaynaa miyaan aqbalaynaa miyaan yeelaynaa in layna qariyo are we here today ogaadeenya ma u joognaa maanta saasoo kalea waxaa laynaga rabaa inaan u joogno qadiyadda ummadda soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan waxaan xusayaa lixdii sane ee hadda u dambaysay hal qof oo dhalinyarta reer ogaadeenya oo halka fadhiya miyuu ka warhayaa gobolka city wixii ka socday maydin ku jiraa qof ka warhaya dhalintii deegaankaana tiin ma ka warhaysaan waxa ka socda xuduudda deegaankeenna aynu la leenahay qoomiyadaha kale ma ka warhaysaan yaa mas-uuliyaddaa qaadi lahaa soo innaga maaha ma aabayaasheenni halganka inoo keennayba shaqadoodii 1984 bay guteen way guteen because halgan bay inoo keeneen dambil shidan bay inoo keeneen laakiin innagu maanta teenni waan gabnay waxaan dhegaysanaa barobagaandada wiilka bahardheer ka yimid iyo ka agsuum ka yimid iyo ka canfariga uu inoo soo sheegay inay etoobiya power leedahay inay etoobiya dowlad adag tahay inayna soomaalidu israbin oy qabyaalo tahay inaan dhallinyaro oo daciifa wiil baa u soo shaqo taga inuu waxa inoo sheega innaguna waynu qaadnaa waan yeellaa waana aqbala markaasaan foorarsanaa reerreer baana iskala soo horjeedsanaa gaar ahaan dhallinyarada deegaanka la hadlaya waayo haddaad siti ogaan weydeen lixdii sana wixii ka socday dhalintii la xasuuqay iyo hooyooyinkii dhiig baxayay macnaheedu maxay tahay soo inaan qaadannay maaha ma diidi karayna arrinta diyaar ma u nahay inaan bilowno yaa diyaar u ah oo dhalinyarta reer ogaadeenya yaa diyaar u ah yaa diyaar u ah waxaa kaloon rabaa inaan idin xasuusiyo
ان مانتا وكالا جور اثيوبيا مالا ذك بين مريسا ولوكا تيجي قوميات والبميسكا وحيصوصا رانيسا وحيدي امبدا وحين مقلتش رميسكا وهذا الكوان كمقلين قريبا قاضني دور كان شري سيدم بارهي لكن مانتا دقالا يا اقون يا وقتي نوفل لنغو حيصنا يا تليال قالي اه وقتي ادك سوشي او غرمي وطغ صحلا اني نكفى اذا سنا لنغا بهاي وهدان دليل الدجان كان هو مرك كوبات مرك لبعض هويوين كدجان كا ادبهم هاتسين هويوين دبرديجي شرفا هل جنوبر باري غرب كنجا ها كبحين غرب كا ويلش الندي هل جمي الا يومنا هذا عندنا عودي بنين وأنا كيف قادني برو بعند هذا أي رجس سمايان ديجان كودش أتبع لكم هذا اللي هو يوين كديجان تصدق هذا وحنو دريا تصدق هذا وحنو دريا دليل تسمالي إتي أنا جن الله دافي بدو دي لغرغري نيو إتي أنا جن الله دافي لوجو تجي بربرا إيه مقدسه إيه بوساسانو دريا وأركتن هذا ما ذي سرير تشجعي قبر الدهر الله أتكاري وأكتي هنا الله حيي وحلي سقي متسيلة برينا بربري وحكو حجة بوساسو هذا ديار تهين قرب كينا نهاية الله وعي عمرك هرب نقيني بيس كما دورة وحن تجنين حدودة وحن تجنين فرونت لينك مرك هذا ديار تهين وأمانة وديار تهين إثيوبيا وحضن ما هذي اللي يدك عبسين شنو سياسيين ودومن شراء يدي كده يعني إثيوبيا الدولة ده دكتاي أكيد فوري سبب الله هرتجنين بس يمر بعد هاي سطان هذا نواتين halka adayga iyo dagaalkana walay inuu yaqaano Soomaali baynu hayn laakiin hankan baabay aan dib u nooleyna hadaa diyaartina garabkiina nahay taasan oranaya garabki warso garabkooda ma nihin waso badda ma difaacayno dalka Soomaa ma difaacayno maanta hadalkayga ma soo koobayo because waan cadeysnahay waxaan u cadeysnahay burhaanu julla wuxuu ku hadlaan ka cadeysnahay abiye ahmed wuxuu ku hadlaan ka cadeysnahay 400 kilometer oo dhaaftay deegaanka gudaha ku siin jirtay dhibaatooyinka maalin walba laga geystiyo barakicinta baa la rabaa in lagu sii daro deegaanka iyo Soomaaliya 7kii oo iswata ma aamuseena ma yeelayna barabagaandada iyo beenta iyo cabsigelinta iyo naxdinta lagu abuurayo dhalinyarta Soomaaliyeed ma yeelayna ma aqbalayna waxaan idin ka baahanahay inaa inta diyaar garado xalfad la isugu yimid ama xusid la xusay ragii halgamay dadkii dhintay macna ma sameeyaan meel kasto oo joogno midnimiya mintid aynu islaanimaana iyo moraalkeen iyo gacanteena wada socona waa haday taasi xaqiiqay naga tahay ogaadeeniya Soomaaliyana aad bay idin salaamayaa baasati aad uma san tahay halganta mushtaaq waxaan jeclahay inaan u yeedo وكيل كجاليات كمدوج جاليات كصوماليات ملكي يا سلطان محمد دعالي بسم الله الرحمن الرحيم مدن جالي مروين مرت شرف تعاو هل كان سقوط مد وحن عاوي ما هاد وين علينا هيا قدومي قاني يلا نيردي صورت جلسة حفلة تنقيمها على شرف كلا عاوي lugu maamusaayo sanad guuradii 40aad ee ka soo wareegtay aan ururka xornimadoonka Soomaaliyeed oo lagu magacaabo ONLF ayaan u dabaaldegaynaa hanoolaadeen ee walaalayaal aan waxa aad iyo aad sharaf iyo qiimo ee aniga magacaygu u yahay Sultan Maxamuud Sultan Ducaale Sultan Kaahiye ee ka soo jeeda suldaan ka soo jeeda gobolada dhexe saldhigiisuna uu yahay magaalada Hobyo iyo Gaalkacyo oo ah deegaano aad iyo aad looga qiimeeyo oo wanaaf in la soo dhaweeyo oo la qariyo ma ahane meel laga dhiibi jiray ma ahan oo wanaaf waa dad aad iyo aad wax badan iyo dun badan ay naga dhaxayso waxaan leeyahay caawa sharaf iyo maamuus noo aan dhammaanteen inaan halka kan idin kala qayb galno sanad guuradii 40aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ururka waxa qiira lahayd aad iyo aad qiirana gelisay gabdhihii caawa halkan ka hadlay oo run ahaantii ka sheekeeyay taariikhdii ururkani uu soo maray sida gabdhuhu u sheegeen
ولا على يال وحنا هوسوغنا قردوما هي إثيوبيا وحنا آدي آل لغة مارمانة إن مانتي أورك أو إن لف هي سومالي قلبت هي سومالي لمان إنتوبا سيدي أي وثبا بشين لها ذات كاترة بدن كنول إثيوبيا سيدان وحول غير سن لهين أيان رهانتي أي واجب تاني مانتي أنا كيف أكره أو أنا فولي قد وحي الدربي نوغت هاجن عدو إثيوبيا سيدي قبله وشاجن ذات كنا وشاجن مانتي واد عركتين بدني إن راسه دبم مري أول بايجا نجوهر تاجنا هذا نوح عن لا يعي وأكوكر صانع أو أنا فين تي توكتو وهذا البيانة إثيوبيا وابر برتاي وحي قادي كرتلا ما أركو بدها الصوماليين وحوي وحنا نوع من سنة آخرك أو ولف إن النقدون تكوى أيجو معمرة أو إثيوبيا وكلنا النقدون إلى هدول ما أيجا عن تقولين دون إلى هدول يرادو وعنكلون إنتاس وعنكلون إنتاس راعينا إن علاش بدرال كبوه دقمله بيو أو ولف إلا هي وردير هي تكتيكا مال والبا وعدت ولا عليه أنا وحنا دون إلى هدول ما إن خيب كان نقدان aan soo dhaweyno isku xirno deegaanada oo dhan waxaan leeyahay caawi farxad bay ii tahay inaan ka soo qayb galo xafladda tan qiimaha leh waxaan idin leeyahay walaalayaal midnimada aanu adkeyno Itoobiya ha dhacdo oo naf ha noolaato ogaadeen ha noolaato wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمانتين أنا مقعد وملك عبد السمد حاج حسين وكيل كدولة بنت لانو تشوغ مريكنكا أهنا عاوي قدق جالية ده الصوماليات أنا وحن نوغة تشوغ أول أنا دعالي وهذا السلطان نقضي قدومية كأها marka caaway waxa way dhamaantoodana ku hadli doona ina marka waxaan horta idin ku hambalyeenaya halganka dheer oo la soo galay 40 sano maanta loo dabaaldegayo waxyaalo badan oo dhacay oo hadda dhacaya oo sultaanka ka hadlay waxaan rajaynayaa maalka dadku inay wada ogihiin inaan anagu moogeen halganka aad ku jirtaan oo 40 sano ku soo jirteen ma ahan mid aan anagu moognahay waxaan u maleynayaa in aad dhamaantiin aad aragteen meel kasto ay Soomaali degto iyo deegaan u leedahayba in ay looga hambalyeeyay oo na leef la yiraahday halgankiini ma aheen mid lagu qasaari mana ahaan doona mid lagu qasaari doono badaha Soomaaliyo laga dhawaajiyay waxa loo soo hawooday waxa la isiri Soomaali way kala maqan tahay qabiil bay ku kala maqan tahay dagaal bay ku kala maqan tahay laakiin waxaysan cadugu oosan ogeyn Soomaali markii ay banaanka looga yimaado way midowda waxayna ku mideysan tahay inay dalkeeda difaacdo in ona lafna waxaanu ku taageernaa mar walba in ay u taagan tahay calanka Soomaaliyeed wax ka sokeeyana is ku gargartamaynin aad baan idin ku hambalyeenayaa 40 sano aad jirsateen 40 kalena waa rajaynaynaa guulo badan soo hoya waxa rajaynaynaa Soomaali inay midowdo dhulkeedana ay cadawga ka cishato anaguna aanu noqono kuwa ku mideysan tanta guud ee Soomaaliyeed dadka doonaya inay isku diraan Soomaali ama madaxda u dhahaysa ma aragtay anagaaba siin lahayn hadii ayna soo mari lahaayeen waxa oranaynaa anagaa soo jeedno marna ma qaadanayso Itoobiya badan leenahay aad baan idiin salaamayaa waan idiin hambalyeenayaa waxaan idin leeyahay dad yaho sida aad halkan ugu badan tihiin oo u mideysan tihiin oo kuraastan u fadhidiin qalbiyadiina u mideysnaadaan u maleen maayo cadow idin ka guuleysanayo idinkana ma aragto waxaan ku faraxsanahay hooyooyinka waxaan la hadlayaa hooyooyinka an albaabka aan ka soo galayay ila halkan meel walba taagan oo meel walba la taagan in ay halgankan guuleysto wiil kasto gurigooda joogana ku guubaabinaya waxa idin leeyahay guuleysta salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa alaykum salaam saab saab aad bay u mahadsan yihiin gabagabaan marayna insha Allah ta'ala waxaan rabaa inaan u yeero saddex musharax oo halkan fadhida
وأن ربي إن شاء الله تعالى دقيقة دقيقة كفاية إستان لها اللان بلشدة أي مارة مشرحين تويهين ولكن سعيد حاجي سودهو ولكن عبد ديسنة سودهو ولكن عمر بودي سودهو إن شاء الله تعالى وأنا سلامي أنا وحان هاي مقعيق ويوسف حاجي وحان هاي مشرح حافة بنزويل بنزويل يادك أنك عانتا كورو غادة بنزويل دقن تاي رير بنزويل وكوكا وحان يسوغيسا إن شاء الله دورشو بيشا نوفمبر شانتا وحاربا إنا أي عديسين إيو إنا إيه لسين إن شاء الله وحاربا نمان كان إيغور ريو ليهور مريو كينيا و كابتن كوجيرو يو عمر آدن وحي دهين وحي رو حاربا إنا كدرو سا أكتين كينيا سياسة ولا سعتين سوما سو ولا سعتين hanjabaad badan ka imaada dadada garanay ogtiin somaha anaka idinka tusala nootiin haday xaaladda san hanjabaad ka siibato de meshan aadan wan garanayna meshan anakana wax ka baran doono waa ognahay waa kana waa ifaanteen wixii fahmaa siyaasa ruuxi siyaasi fahmaa waa inuu fahmaa already jidka wana to stand anaka waa wax naga xigo maaha kulli somali inaan adkeeno minimada Soomaali inaan adkeeno hooga iyo taageerka OLF inay guuleystaan meelo soo joogan salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh ogadeenya ogadeenya waan in salaamaya dhamaan waxaan rawaa markii hore inaan u mahadceliyo dhalinyarada iyo jaaliyada soo abaabushay xafladan quruxda badan afartan guuradii asaaskii OLF waxaan leenahay shaqo weyn ayaad noo haysaan dhamaanteen waad maasan tihiin waxaan rabaa inaan marka xiga xuso dhamaan dadka quruxda badan ee halkan ka soo qayb galay caawa si ay u dabaaldegaan sooma magacaygu waa Cabdi Daysane aniga waxaan ahay nin dhalinyaro ah oo ogaadeenya nin reer ogaadeenya markii laga reebo tartankayga siyaasadeed waxaan farxad runtii ii ah inaan caawa afartan guurada ka soo qayb galo sababtoo ah ONLF waxay tahay ma aragtay urur u dagaalamayay ururada Soomaaliyeed oo xornimada u dagaalamayay midka ugu daada weyn weeyo ONLF waa urur u soo dagaalamay runtii sidee u ilaalin lahaayeen sumcadda dhulka sharafta iyo xuquuqda dadkooda muddo dheerna u soo halgamayay ayagoo runtii u dagaalamayay xilliyo aad u adagna soo maray xilliyadaas oo dhibaatooyin badan aan ognahay kala soo kulmay sidaas ay tahayna u dhabar adeegay wiilina taagan waxay u baahan yihiin in dadka Soomaalidana ay runtii ka qaataan waxyaalo badan ay ka bartaan ururka ONLF iyo dadaalkii ay u soo mareen xurriyadda waxaan hadii awl hore ay ogaadeenya u dagaalamayeen ururka waxa hadda aad u cad in ay also leeyihiin war dhulkiina waa u dagaalamaynay Soomaalidana badda hadda waa u soo dhicinayna labada gabdhood oo naga horeeyay ayaa dhahay midna waa ku gabeeyday waxay tiri iga hor leexda haddaan Soomaaliyeey dhulka badi celin karin anaga celinayne naga hor leexday dheen gabdho marka ama inaan taageerno ama hortood inaan ka leexano way intaas waxa ku soo koobayaa kelmadeeda ONLF iyo munaasabadan sidaan idin sheegayba waxaan u tartamayaa State House magaalada St. Cloud St. Cloud people can I hear you guys all right St. Cloud people waxaan u tartamayaa State Representative waxaan ku guuleysanay endorsement-iga gobolka xisbiga DFL waxaan hadda u tartamaynaa insha Allah inaan kursiga ku guuleysano doorashada November shanteeda kursigan waxaa lagu badiyay election-kii hore wax ka yar 200 oo cod waxaan aaminsanahay 200 oo cod dadka halkan fadhiyo Reesan Cloud inay yihiin waxaan rabnaa insha Allah November 5 inaan ka soo qayb gashaan aanan noo codaysaan waxaan rabaa oo kale inaan dhaxraacsado reer Minneapolis wax badan ayay wax igu dhahayaan war sideen campaign-ka u taageernaa taariikh 6 September waxaan ku qabnaa xaflad fundraiser ah Zawadi Bloomington ayaan ku qabnaa insha Allah
September 6 waxaan idinka codsanaynaa inaan nagala soo qayb gashaan nagu taageertaan haduu ilaahay yiraahdo wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maasantahay thank you ogadeeliya 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 idinkana guuleysta waa walaalkiin Umar Abdullahi Boot kamid ah halgamaayaashii ama taageerayaashii ugu weynaa ururka NLF dal iyo dibadba isla markaasina u soo dhabar adeegay inuu siyaasiyiinta qaldan ee Soomaali dhex fadhiya yiraahdo ha ku aflagaa doonina ururka NLF iyaga ayaa idin xureyn doona mustaqbalka taasina waxay ka marqaati kacaysaa waqtigii ogaadeenaya koonfurta la soo aaday oo hadda siyaasiyiin reekay halkan joogan dadkii rekoofur iyagoo qaawan yiri dharka sidaana loo xirtaay ogaada dadkii yiri ahaayeen resaf area ilaa Puntland dadka yimaada xadaarada Soomaaliya dadkii dhex keenay bay ahaayeen marka taa marka ka soo gudbo halgankii halkiisa ayaan ka sii wadnaa qof waliba oo dhabardaaca laga dareemana waa la xisaabtamaynaa haddii aynu nahay dadka asalkooda ka soo jeeda halkaas ee hadda ku nool koonfurta fog inta waxa ii dheer waxaan ka sharaxanahay St. Cloud Minnesota waxa rabaa inaan idiin sheego in la dooran doono oo la iga dooran doono St. Cloud area hadda waxaan ku soo baxay baramarigii oo dhacday maalmo ka hor 13kii Agoosto November 5-na waxaan rajaynayaa lix qofood ayaana saddex ayaa soo bixi doonta reer St. Cloud haddaa meeshaan fadhiiso gacanta kor u taag reer St. Cloud haddaa halkan fadhiisaan gacanta kor u taaga waxaan rajaynayaa dadka halka fadhiya reer St. Cloud waa ku yar yihiin laakiin reer St. Cloud waxay iga dhageysan doonaan khadka waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo dhalinyarada ku xiran xabsiga kuwa sharciyada loo diiday iyo kuwa dhibaatada meesha ku haysata meel walba Soomaali ka mid ay ka yimaadaan shaqsiga keliya ee xafiiskiisa yimaadaan ee ka soo ambabixiya ama meesha ka soo badbaadiya ayaa number one ka ahay marka waxaan rabaa qof walba ee halkan fadhiya ee ka mid ah ama taageerayaasha ogadeenaya ah oo NLF in uu u diyaar garoobo in loo codeeyo dadka ka sharaxan Minneapolis area sidoo kale kuwa St. Cloud ka yimaadeenna sidoo kale loo codeeyo sanadkii hore waxaan idiin sheegay ninka Tim Wallace la yiraahdo inuu yahay nin reer Afgaab ah in loo codeeyo loo baahan yahay ninkii hadda wuxuu u sharaxay yahay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka hadda waa ka sii qaadnay reer Afgaabkii ninkii wuxuu noqday ONLF marka waxaan rabnaa taageerayaasha ONLF dhammaantiin Tim Wallace ha loo codeeyo aada yaa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waad mahadsantahay gabagabadii baan marayna waxaan rabaa inaan la socosiiyo hadduu la yidhaahdo labada ruuxan u yeeri doona marka ay hal daqiiqaataan waxaan insha allahu tacaala khadka telefoonka soo geli doona guddoomiyaha jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya dr cabdiraxmaan mahdi maadey haloo diyaar garoob insha allahu tacaala waxaan jeclaa inaan u yeero walaalkeen axmed xuseen kaabe oo ka yimid ohio walaalkeen cabdiraxiin oo isna dhalinyarta matalaya iyo guddoomiyaha jaaliyadda ssc maxamed cumar xiirey oo isaguna hal daqiiqo insha allahu tacala waxaan codsanayaa hal daqiiqo in lagu soo koobo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي و محمد عمر عيسى وعن أهي ريبرسنتيف كخاتم عاوة وعن إذن لاي أهي أذانية ha noolaato ogadeeniya maanta inay xorowday waxa cadeynaysa
أفرتن سنبا مانت اللي جسوا وريجي أساس كده قف أنت أس أو أتكيسي يا سمر يا جد عدك نما يا كسو قادن يا هلجن لمن ديني مركو حن جعل قفكو هدو أفرتن مركو جاره ووقت قفكو جو حو جوين ياي وجو عقلي جبدين ياي وجو ثلاثة في عين ياي ثلاثة سي وحين قرأ سات ثلاث ملكو جاره من قندونتا وعن رجينا يا لبلا سنة ما سدع ذا سنة صوص عطا أو إن ألف أما وجداني هنا حروضة يضو حرة إن شاء الله لا أركضون هاتوا لي هذا وما تسنتين وعن رواينا هذه ويسيو خاتمة دبلدة هذه أغسطس 25 وعكد عدونا كاريباك أوكيا لسيدر براين كولدين هذا بريسو بري قلبتي 2 o'clock إلى 3 إلى 8 o'clock تيدي afternoon نقل سوق إبقال هذات في هاتين إن شاء الله السلام عليكم. Hey. Hello, Minnesota. Ani wahan anri Ohio delegation Ohio an kasoqda hadal kiwat na Mister Minnesota. Kapta ugu dara marti wa baarisiin. Waha waa waa maasi tii dhat kasoqay bila haflad qiima ay qayale oo ay kubidiyin gani Arab Abdulkhalid iyo timka adag ee marso qaba qabiya xafladan hadalkii waa la dhameeyay waxaan dhigi kara ma jiro anaga waxaan ahay delegation oo ay ka imid tatu lamida dhigina September 1st laakiin nasib darro anaga dad badan tiin anaga waa aqliga waa haynaa iyo tim adag aan nahay marka waxa duu dhahay ma jirto waa salaamantiin aguulaysto jooxo ogaadeenya gumeysigo Soomaalidu idin kuna guuleystay insha Allah ta'ala aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca urka dhalinyarada oo OYSU waxaan rabaa wax yar inaan ka idaado OYSU waa maxay OYSU waa urro isu tagay oo ku midoobay dhalinyarada Soomaaliyeed urradaas waxaa ka mid ah OYN oo ka assassinate Northern America SOYA oo ka assassinate South Africa OYU oo Pacific assassinate iyo OYM oo ka OSF iyo OYL oo Europe ka asaasnaa dhammaan ururadani waxay ku midoobeen wacyigelinta shacabiga Soomaaliyeed iyo kor u qaadka halganka ummada Soomaalida ogaadeenya si ay mid uga noqdaan shirweynahoodii koowaad waxay ku qabsadeen waxa horta ururka la aasaasay June 7th sanadka 2010 waxaana lagu aasaasay Denmark dalka caasimadda Copenhagen ee dalka Denmark OYSU waxay intii waddanka lagu noqday ay wax ka qabteen wacyigelinta dhalinyarada Soomaalida ogaadeenya waxay gudaha ka wadaan wacyigelin ballaaran oo ay ka mid tahay inay dadka xilliyada abaaraha biyaha dhaaminta ka qayb galaan waxa kale oo ay qabtaan in ay ka qayb qaataan wax loo yaqaan pen and book oo ay dhalinyarta agoonta ee abayaashood shahiideen ay xilliga jusiyad kala qayb qaataan si daradeed waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga ururka dhalinyarta Soomaalida ogaadeenya ee OYSU wuxuu soo dhaweynayaa dhamaan dhalinyarta Soomaaliyeed cid walba oo doonaysa inay halganka ka qayb qaadato waxa uu ku soo dhaweynayaa gacmo furan insha Allah guuleysta guuliyo gobanimo waad mahadsan tahay gudoomiyihii khadka ayuu ku jiraa insha Allah ta'ala waxaan noo connect garayn doona DJ-ga waxaan rabaa inaan xuso halka waxa la igu keenay ID runtii xusid mudan walaalkan magaciisa hore ma ku soo koobi Umar waxa uu dhashay maalintii ururka la aasaasay August 15, 1984 isaga ay keenay waa taariikh xusid mudan aad buu maasan yahay afartan jir weeye halkanka u soo diyaar garow mudanayaal mar weeye marti sharafta qiimaha badan ee shirkan ka soo qayb gashay aniga oo salaamaya salaanta bin blanka assalaamu calaykum intaan markaan ka gudbo runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan fursadan helo inaan idin kala qayb galo munaasabadda weyn ee shacabka soomaaliyeed guud ahaan iyo shacabka soomaaliyeed ku nool soomaali galbeedka ogaaday gaar ahaan ay u dabaaldegayaan afartan guuradii halgankii iyo waxay bilowday runtii halganka nafarta guurada waa halganka shacabka soomaaliyeed waxweyn ugu yaraan half century wuu socdaa si uu sharaftiisa iyo dhulkiisa iyo xorriyadiisa u difaacdo
marka waa un mid ka mid ah halgamada dheeraha kii u dambeeyey weeyey insha allah waxaan rajaynaya inuu noqdo kii guusha kama dambeysta u keena umadda soomaaliya deegaanka ku nool iyo guud ahaanba geeska africa jooxuuxa loo abuuray saad la socotaan si u sii wada halgankii umadda soomaaliya ugu jirtay xoreynta dalka soomaali galbeed ama ogaadaya waxayna muddo dheer muxuu ahaa halganka kusoo jirtay waxayna weli sii wadi doontaa ay ballan qaadaysaa inay ka miro dhalin doonto insha allah biidnillaahi kariim ilaa dalka uu ka xuloobo wixii taariikhda waxaa saaxiibaday iigu horreeya waa ka hadlay waqti badan kagama lumanaya laakiin maanta marxaladda jirtaan ka hadlayaa maanta adduunka waxaa ka jira isbeddel weyn oo sababay u tahay xilligii information agega lagu jiraa xilligii xugta wadaagga oo maanta shacab indhaha laga saari karo socod ma jiro bini aadanka uu baraarugay wixii dhacay waa la ogyahay aqoonta way korodhay cid kale gumaysan karta ama indhaha saca u marin karta ma jirto shacabka soomaaliyeed ee deegaanka soomaalidana waa saasoo kale weeye way ogyihiin waxay yihiin taariikhooda ay ogyihiin waxay rabaan bay ogyihiin etoobiya saad la socotaan isbeddel ballaaran baa ka socda isbeddelkaasoo qoomiyad walba ay doonayso inay maktimaad garayso ama ay batato inay qaadato muxuu ahaa fursada ugu badan ama inay waxeeda wax kale ku darsato nasiib darro dadka soomaaliyeed aad bay uga hooseeyaan meeshaas ka shacab ahaan iyo ka fikir ahaan iyo aqoonya ahaan ee bulsho ahaanba waxaad moodaa inay sugayaan waxay ku sugayaal yihiin laakiin waxaa weeye waa waajib nabada saaran dhammaan meelaan joognaba inaan u diyaar garowno codkeenna inaan dhacsanno haddaana kuwa kale ku darsanayn sida qoomiyadaha kale isugu dayaya ninkastoo dulmiga uusan fiicnayn laakiin ninka wuxuu qabto wixiisaa lagu qabsadaanaa la yidhi marka insha allah halkaka uu soconaya wuuna jirayaa waana baraarugsannahay saad la socotaan etoobiya qoomiyad walba waxay doonaysaa inay wax badsato meel walba waxaa weye waad la socotaa mar boqolaha meesha qabsanaysa inta kale inay sendaraysa doonaysaa ee inta kale wa kaga jiranaya annagana degaankeenna kolleyba arrinta wadada cagta u saaro waa laga maarmaan weeye oo hasha aan ugunjarno sideedaba bini aadanku marka hore qalbigu ka xoroobaa haddaana qalbiga iyo maskaxda ka xoroobin oo aada aaminta in lagaa xoobbaday ama lagaa adag yahay ama aada liidato meel ma gaaraysid ummadda soomaaliyeed waxay caan ku tahay cidna muxuu ahaa midiidin uma noqoto waxaa weyaan ama halaga xog badnaada ama laga xog yaraado halka qofe soomaaliga boqol qof buu dhigmaa meeshay joogtaan baad aragtaan sidaan uga soo baxdeen kaalintaan ka gasheen isaad uga muuqataan dalka weyne inta horumaray maanta soomaalida ka muuqataa marka cid soomaali gumaysan karta ma jirto laakiin waa lagu lugucayaa intaasa kaga baxaya dhinaca kaleeto tara badan baa ummadda soomaaliya maanta soo foosaaray geeska africa ummadda soomaaliya dhul ballaaran bay leedahay khayraad badan bay leedahay ganacsi ballaaran baa inay leedahay fursado badan bay leedahay meeshay kaga taadlo geeska africa waa meel istraatiiji ah weeye guud ahaan marka yani khatarahaas yani khatara dhoweed khatara khayraad khatara muxuu ah identity baa soomaali ku socda marka waa laga maarmaan in la baraarugo oo aad baraarugtaan soomaalinimadu asal weeye dhulka soomaaliyeed oo muqadas weeye khayraadkiisana asagaa iskale dadka soomaaliyeed baa iskale marka isku dayga laisku dayay ama khayraadkiisa iska fud lagula baxo ama dhulkiisa qaar la qaato ama laldeel rogo identityga soomaaliga ah cinda lagama yeeyey waa inaad u baraarugsanaataan oo usoo feejignaataan yuxana howlaha ugu waaweyn hayso waa taasa ugu waaweyn inay khayraadka dalka difaacdo dhulka difaacdo laakiin waxay ku xiran tahay yuxo waa hormuud weeye waxa ay ku tiirsan tahay waa shacabkeeda waa shacabku inuu baraarugsanaado uu beejignaado oo u diyaar garoobo in maaragtay halgan dheer oo khiraar inuu ka horreeyo waxaa kaloo ayadana sidaasoo kale muxuu ahaa shacabka soomaaliya geeska afrika ku nool qoonaaleen weeye naalmihi taageero nooga baahnay si ayagoo nooga baahan yihiin intaa marka ka gudbo waxaan ugu baaqaya marka dhammaan shacabka soomaaliya meelay joogaanba inay guntadaan baraarugaan qarnigan isbeddelka ka socda adduunka waa shocking baa ka socda qolol meesha isdhigto lixmaaliaa lagu qalaa inaan noqono dad muxuu ahaa aaladooda kasoo bixi kara waa laga maarmaan waa baraarugsan wacyigooda la socda diyaar garoobo halkana taageera annagu waxaan ballan qaadanaa inaan ka harin halganka goon wadoonka ilaa dalka inaan xorayno makama harayno dadkana ay kasan shigisa muqadas wey waan u taaganahay waanu ku dadaalaynaa inaan si nabadgelyaa ku wadna halgankaas halganka nabadgelyada ah ilaa inta kale ayagu ay kordaran u samaynayaan waxaa weye waxaan ogaanay halinku inuu ka xog badan yahay xabadda laakiin labadaba loo baahan kara marka loo baahdo laakiin annagu hadda waxaan prefer garan inaan nabad inaan ku helna oo shucuubta etoobiya ee kulli wada halgamaysa in maaragta muxaa iskaashano si loo helo
لكن حاولين يعني ما هنقول إن جماعها وحاولين ويقعد استراتيجية أوه إن شاء الله وأنكون قريت الدرسان الجين إنه يعني لكن حلو قاتان توربية وحاولين تبدل بقى الصعود هادان أنا الكلام ثاني قادم وحاول وأنا لغور مرسلة يا مرك هو مش لك يسلك تلوه طالما رمضان لين هاي وحاولكم بورنا ناجو حمل جوكتان بقى إن الدراشان يتغير ياشا هل كان كثير وطن شعبك الصومالين يا لكن بستعلنا هل كان كاس وهل كان صومالين وي وهل كان فاين يساعدهم البوجيس كافريكا جوكتير وما ندونتو ما نحصل أي سؤال تجي نقول على جيس كافريكا ستيك هولدرز كا سامين تقول ما ندونت هدان شعبك الصومالين تجاك كلهم يعني حق يساعدك تشجع العقلات جيس كافريكا مرة نوات كمان عايزه هذه دوم يسمعون يسا سنة تاريخ الهرم وحسي مركب حاوي وحن ذلية قريستا قريستا شعبك الصومالين كسر طيب كلامي كانوا هذين ما حبناها يتغير ياش جوحنا وحن ذلية هاي هلقن كوليس دي سيغوستو حضاء وكرار قانانية سيلا بالله بتذلكينا إن شاء الله وكوليسنا إنا إن حل ما النظر ديكنيتريا كلاقية مروها قطوع الدرود مريكا كأشير خطوة قيب قلانا وكما سيهيم وانا رجينا إنا معرفة إنو نقوم ديان كسولاي ديان أدونك مروها كاميدا وصدا أدون هذا كالحروة وشرفتي سي إيبا دي سي تدمين السوعة شرفت الله كريم قوليست قوليست وحان في قارة أم هذين يا هوين كالصوماليات قبلها الصوماليات في قارة أم هذين يا هل قد لايقا لفنبرو عيقا تيرو وحاوية وحان كتبعون عيقا وهي في قارة وحان حقا أصلا يشيركو ينو حسو وحوين كالصوماليين وستيس قولي الله وصع بيهم سنما كان احتوى هذين اللي حسوص بني الله كريم هذا الذي سلامي قوليست 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 aad buu maasan yahay gudoomiyaha jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya dr abdirahmaan sheekh mahdi maaday saab iyo salaan saab 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 wa muassasiinti mukammidaha 1984 ki aasaasay la yoomina hadan waa ku jira waxaan soo gaarnay qaybti hore gunaanadkiisi waxaan u mahadcelinaya dhamaan walaalaha meesha fadhiya waxaan rabaa inaan xuso dhamaan walaalihii ka yimid safarada dhaadheer ee dalka gudihiisa iyo dibadiisa wadamada Yurub bay dad ka yimaadeen magacyadooda ma soo koobi karo London amin Ingiriiska Sweden Germanka iyo Yurub oo maartii wadamo badan oo Yurub ka mid ah marka waxaan rabaa inaan xuso way mahadsan yihiin ugu dambeyntii waxaan ku wareejin doonaa bahda fanka iyo suugaanta inta aan ku wareejinin gabar walaasheena oo Kimen Ugaas la yiraahdo ayaa hal kalmad dhihi doonta insha Allahu ta'ala inta wixii ka dambeeya dhalinyartii lahayd caawo dhan waan ugu daahdeen waa idinkii iyo fanaaniinta aad waa la yiraahdo diyaar garooba laakiin waxaan jeclahay in aad haddii aad la yiraahdo aad u diyaar aad si fiican u fadhidaan fadlan si fiican u fadhiista si aad u dhageysataan kiman ugaas ku soo dhawow salaamu alaykum mani maqla mani maqla salaamu alaykum ogaadeenya kaca please kaca ogaadeenya waxa u fadhidin ogaadeenya aad baan u faraxsanahay caaw waa walaashinkii manugaas waxaan u dambaaldegaynaa sanad guuraha onalef oo jabhad soo jirta ah oo runtii meel meeshii la rabay gaartay marka waa mahadsantiin dhamaantiin anaga waxaan igu matalnaa wadanka Kenya ogaadeenya umba wax ku nahay meel kasto aad joogtiin en maanta waxaan rabaa dadka halkan joogaan iyo dadkana daawanaya inaan u sheego anagu qabiil umada baaldegayno waxaan u dabaaldegaynaa wadan ogaadeenya waxaan u dabaaldegaynaa calankaas oo dad badan ku dhamaaday oo dhig badan loo huray oo maanta anaga nasiye fursadan inaa inta taagnaano oo celebrate gareyno Soomaaha marka waxaan leeyahay ogaadeenya ogaadeenya joogan hanoolaadaan Soomaalidu ha israacdo ogaadeenya Kenya joogan ogaadeenya Jubaland ogaadeenya Villa Somalia Emmaha Emmaha Soomaaha waxaan rabaa shucuurtiina inaa muujisiin soomaalidu waxay tiraahdaa dadku waa ogaadeen iyo hee ogaadeen in lagu qurxiyey waaye soomaaha marka caawa anaga shucuurtaana lama soo koobi karo
waxaan salaan qiimo badan niga wadaa waddanka Kenya oo Nairobi oo Soomaalida joogto aad nii soo salaamaysay ani markaygii hore reer Minnesota ahaa hadda waxaan deganahay waddanka Nairobi laba isbuuc ka hor aan ka imaaday marka caawa kama maqnaan karin meeshan dhammaantii waa dhii salaamaya ogaadeenya ogaadeenya اسموجيا اسموجيا اما اما هاتت كادن او دبالتت اما ما شاء الله وما سنتين دمانتين عدي دانتو دي سيدا I'm gonna make you mine.
One, two, three, Ogadenia! Hey, 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 hey! I'm not going to be able to do it.
Thank you. I love you, Galeria. Oh, hey, listen to his son. الفنان بغر كانت تغير السودوية نور عرالي شيك 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 أكي والألكي شرف بيئيت هاي وجيه دان قرقروح لبالن إنا نقاو سور استاقو اي قد يدو كم وقتو طوغة ذي ديوها هل ديكي يقوتيريوها يلي رقصتين تايد لها يلي واقوغا دينيو يلي واقوغا دينيو إفكار نقوش الله واقوغا دينيو إفكار نقوش الله It's not easy Let's go نور عرالي Let's go Hey I'm gonna go
أغاني فضل عبد الرحمن ديرة إيه درقر عبد الرحمن ديره هاستن هو هاس عصب انا وعاوى هاس عصب انا وطلق الله وقاذين يا هيا على الله يا سوسة هاي 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 Oh, yeah. Oh,
Yeah.
ubiyo madabtiyo maqalana walidtii la dalayo walla keenu hadesada سيدوسان الفنان هابيل وقادرية وقادرية Thank you.
إن أن دب أسوء لنور روغاديري الله الله يا قروبك جبهدة ويكون أنك من أها الأورنجي ري أو واي إس أو واي إس أو واي إس يا سوء لنوي ويقلك عن سقيس يا أحمد جميل let's go I love you see you down I love you Hey!
عبدوني we love you كنز مجاهد مجاهد علي مالك أبرت إلا يا حتى هل مالنا تكلم عنه أسمع يا عيال لا أسمع يا قولي عنان أو قولي عنان قولي عنان the legend himself أحمد جميل Tell me,
وقالين يا حرودو صومالي هاي سمعلو حاسد كي قبيل كونا قد احبه فنان دا قولي يا قبنبو هاي الدطرانو وقالين يا وقالين يا حرودو مثل ما مغلولي وقالين يا هاي سمعلو قولي يا قبنبو هاي سين Shoot.
بقول ويهوتك خلاك هاي الحال شايك بقول يو بالكي الله يا بقول ويهوتك خلاك هاي الحال الفنان بجرول هاي سيد.